انا من رواد هذا المقهى اللي هو ملتقى الاصدقاء والاحباب، تعودنا عليه لانه اخر رمزيه هو باسم الحاج ابو عساف. كلنا بنلتقي هون، كلنا من زيت الطينه اصحاب واصدقاء. في اساليب تسليه، بنلعب ضامه، بنلعب طاوله، بنشرب قهوه، حدا بيأرجل، وكلنا اكثريتنا اخوه واصدقاء، يعني كلنا بنعرف بعض. فهي القهوه لها رمزيه كثير، انه عتيقه كثير، يعني حاج ابو عساف له عمر هون، لها رمزيه كثير. هي قهوه وطنيه تعتبر، ليش؟ انه جامعه من كل الناس، والحاج ابو عساف صار معروف يعني هون.